نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في الكلام حول الفتن، ومعظم الفتن التي حدثت في التاريخ أساسها ومعظمها وأولها الخوارج. فمنذ أن قتل عثمان رضي الله عنه وتتابعت الفتن بسبب ما فعله الخوارج، وقد ذكر في هذا في الباب رحمه الله البخاري رحمه الله وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها فهذا يبين إنكم أيضا سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. فهذا يبين الأمر مع الأمراء والولاة، وفي بيان عظم حق الولاة وإن جاروا وظلموا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، مع قوله: من كره من أميره شيئا فليصبر. يدل على أن السمع والطاعة للأمراء جميعا الظلمة، فضلا عن من كان محسنا منهم. في كذلك أيضا تحريم الخروج عن الجماعة ولو بالقول فقط، فهناك خروج، الخروج أنواع، فمن الناس من يخرج بالسيف، نعم، ومنهم من يخرج بالقول فقط والكلام، ويسمى خارجي وإن لم يقاتل، ومنهم من يخرج باعتقاده فقط لا يتكلم أحد ولكنه يعتقد اعتقاد، فلينتبه لمسألة خطيرة جدا، مسألة الخوارج. فذو الخويصرة خارجي أو لا؟ خارجي. خرج بماذا؟ بسلاح. يقول شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله: لا يمكن يتصور خروج بسلاح إلا أن يسبقه قول. يعني كيف يجمع الناس للقتال إلا أن يكون قد تحدث مع هذا وتحدث مع هذا وأوغر صدر هذا؟ ولذلك يقول العلماء عن المعتزلة أنهم قاعدة الخوارج، المعتزلة القعدية يسمونها،
يعني هم قاعدة الخوارج كما ذكر ذلك أهل العلم ومنهم الحافظ، فهم يشجعون غيرهم ويتكلمون ويعتقدون التكفير ولم يفعلوا ولا يخرجون بسيف، وإنما يحرشون وإن تعجب فعجب من أن المرجئة خوارج، وكل أهل البدع كما هو معلوم كل أهل البدع لهم نصيب، حتى المرجئة لأنهم لا يرون للسلطان طاعة. وفي أن مفارقة الجماعة هي من أعمال الجاهلية، الفوضى والاعتصامات والمظاهرات، فواجبات الإمام على الرعية السمع والطاعة في المعروف، البيعة تكون للإمام، الصبر على جور الإمام، عدم منازعة الأمر أهله، عدم جواز الخروج على الإمام، وعدم مفارقة الجماعة، فإن ما يكرهه في الجماعة خير مما يحبه في الفرقة، الدعاء للسلطان بصلاح الحال، تأدية الحق، الكراهية بالقلب للأفعال، ولا فكره عمله، ولا تنزع يدا من طاعة، وقال فمن كره سلم، كل هذه أمور الذين يتكلمون في المنابر على الحكام وأنهم وأنهم وفيهم وفيهم، هذا كله سبيل الخوارج. وفي حديث عمر قال أتاني جبريل وقال إن أمتك مفتتنة من بعدك، فقلت من أين؟ قال من قبل أمرائهم وقرائهم، قبل أمرائهم وعلمائهم، يمنع الأمراء الناس حقوقهم فيطلبون حقوقهم فيفتنون، ويتبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون. قلت فكيف يسلم من سلم منهم؟ قال بالكف والصبر، إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه تركوه. فهذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جارا كما قال الحافظ رحمه الله. وأما الحديث الآخر الذي أخذناه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش، وإمارة الصبيان، فقد تكلمنا عنه ثم قال البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من
من شر قد اقتربا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أم حبيبة عن زينب بن جحش عن زينب بن جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم مرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج أو مأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ولذلك حديث أسامة: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. الحصن من حصون المدينة، قال: هل ترون ما أرى؟ قال: لا. قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، كما حصل في زمن يزيد. في هذا الحديث يستحب ويشرع عند الفزع التهليل والتوحيد. قال: لا إله إلا الله، استيقظ فزعا. وقوله: ويل العرب من شر قد اقترب، لماذا خص العرب بهذا؟ لأن قريشا هم أوسط الناس وأعقل الناس، ولذلك جعل الله الإمامة فيهم، الأئمة من قريش. فإذا حصل في العرب هذا الشر فغيرهم أولى لوجود العقل والعلم والحكمة في العرب والاعتدال. فإذا كان هذا الشر سيلحقهم فمن باب أولى سيلحق غيرهم. وفيه أن على الأهل الحق أن يخافوا ويحذروا من وقوع الفتن. وفيه أن مبدأ الفتن يكون قليلا ثم يتسع. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، فبدأ بشيء يسير، لكن نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد ذلك، لأن هذا القدر هو قدر يسير ولن يضر، ولكن الخوف ليس من هذا الفتح بهذا المقدار، لأنهم لن يخرجوا منه، ولكنه يتسع. في الإيمان بخروج يأجوج ومأجوج في أن الفساد إذا عم تنزل العقوبة، وأعظم الفساد ماذا؟ أعظم الفساد فساد ماذا؟ إيش؟ الاعتقاد، فساد العقيدة هو أعظم الفساد. فإذا دبت البدع
وعمت وترك الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرة البدع وألحد الناس في آيات الله وفي صفات الله وانتشرت التصوف والتمشعر الأشاعرة والماتريدية وذهب التمسك بالسنة وبالأحاديث وهجرت النصوص وحكم بين الناس بالقيل والقال وبقول فلان وقول فلان وترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المذهبية والتعصب المذهبي فتنتشر البدع فهنا يقل دين الناس وينحرفون يحدث التحايل وفساد الأخلاق بعد ذلك فيأتي البلاء والعقوبة من الله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقوله إذا كثر الخبث دليل أو فيه إشارة إلى أن الراوي راوي الحديث إذا كثرت أوهامه ردت روايته فيه إشارة إلى أن التوحيد من أعظم أسباب النجاة من الفتن ولما قال صلى الله عليه وسلم إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر إنما اختصت المدينة بذلك لأنها هي دار الهجرة وهي مادة الإسلام فإذا فسدت الناس فيها وقعت فيها الفتن فغيرها أولى لذلك انظروا إلى الفتن كيف يكون وكيف تؤثر لما حصل فتن بين السلفيين وبكلام بعض المشايخ من المدينة أو من بلاد العرب حدثت الفتن في الدنيا كلها فالناس تبع لمثل هذه البلاد الطيبة في الخير والشر تكلموا في فلان وفلان فأصبح الرجل الذي في أوروبا وأمريكا الذي ليس له دخل بفلان وفلان من العرب وقد لا يعرفهما يمتح الناس بعضهم بعض أنت ما قولك في فلان مش دخلك أنت وما علاقتك بهذا وصلت الفتن إلى أفريقيا وإلى أمريكا وإلى كثير من الدول مع أنهم من أين جاءت الفتن؟ من العرب
ثم الفتن لها مواطن، فبدأت من قد تبدأ من بعض البلاد ولكنها تترعرع وتنتعش، ويحملها رجال بكل قوة لتنتشر من العراق. جميع الفرق مبدأها يعني مبدأ انتشارها من العراق، سواء الخوارج أو المرجئة أو الروافض أو الصوفية أو غير ذلك. أين جاءوا بهذا؟ من العراق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ها هنا الفتن، قال من ها هنا، وأشار إلى المشرق إلى العراق، حيث يخرج قرن الشيطان. يقول الحافظ: لما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه. ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه، ثم عليه بتوليته لهم، وأول ما نشأ ذلك من العراق وهي من جهة المشرق. نعم، الخوارج فكرة الخروج بدأت من مصر، كلها بلاد عرب، وكما قلنا الناس تبع للعرب في الخير والشر والسنة، وانتشار السنة والدين وانتشار الدين ورفعة الدين بدأت من أين؟ من العرب. فالناس تبع له في الخير والشر. في حديث أبي هريرة: ويل العرب من شر قد اقترب. قال: موتوا إن استطعتم، موتوا إن استطعتم في الفتن. ليس معنى هذا اقتلوا أنفسكم، لا، لكن يعني لو كنت ميتا ولو كنت مقتولا خير من أن تسعى في الفتن فتكون قاتلا. كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، كن كخيري ابن آدم الذي قال: إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط إليك يدك يدي إليك لأقتلك. وهذا موتوا إن استطعتم غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها، حيث جعل الموت خيرا من مباشرتها. باب ظهور الفتن. عن شقيق قال: درس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، فقال أبو موسى الأشعري لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الحج؟ وفي رواية فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الحرج، والحرج بلسان الحبشة القتل.
وفي رواية عن أبي وائل عن عبد الله وأحسنه رفعه قال: بين يدي الساعة أيام الهمج يزول العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهمج القتل بلسان الحبشة. قال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وإن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان وينقص العلم وفي رؤية العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن، الفتن التي تؤثر على الدين، ويكثر الهرج وهو القتل. ونحن أدركنا زمانا ولا نكاد نسمع فيه بقتل، وأدركنا هذه الأزمان الأخيرة وما تسمع إلا القتل. هذا من الاستخفاف بالدم، لأنه سيكون استهانة واستخفاف بالدم. فافتح الأخبار في أي وقت لا بد أن تسمع فيها وترى فيها شيء من القتل، وهذا أمر خطير ومؤذن بظهور هذه العلامة من علامات الساعة الهرج. هذا وهو قليل جدا لما سيأتي بعد، حتى يكون تذهب الرجال، لا يبقى رجال إلا القليل جدا، حتى يكون للرجل واحد 50 امرأة يلذن به يقوم عليهن، يكون قيما ل50 امرأة، أخوات وبنات، ويكون مسؤولا عن 50 من كثرة الفتن وذهاب الرجال. ويرفع فيها العلم، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. لذلك في رواية: وينزل فيها الجهل. إذا لم يكن علماء كان الجهلاء. فيذهب الصالحون ويذهب العلماء والأمناء ويبقى الجهلاء وأهل الفجور وأهل المجون وأهل الفسق وأهل الزندقة وأهل البدع وأهل الأهواء، فلا يبقى يعني إلا النادر اليسير من أهل الخير. وفي بعض الروايات: يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. فإذا جاء الجهل لقال العلماء أي وقت أي مكان أو زمان يقل فيه العلماء فاعلم أنه فيه الجهلاء، حل محلهم. وإذا جاء الجهل فاعلم أن كل بلاء موجود فيه. ولذلك انظروا، كلما كان العلم في مكان
دجد النور والهدى والرحمة والاستقامة في أهل هذا المكان، وإذا قل فيه العلماء ولم يقم أهل الدين وأهل العلم بواجبهم انتشرت البدع والأهواء وانتشر الفساد، كما قلنا أن هكذا تأتي الأمور، ينتشر الشرك، ينتشر البدع، ثم ينتشر يذهب التوحيد، يذهب السنة، ويكثر بعد ذلك الفسق والفساد الأخلاقي وفساد المعاصي، تكثر من هنا. وأنا إذا ذهبت إلى أي مكان وجدت فيه يعني أهل الأهواء وأهل البدع والفرق الكثيرة والضلالات والتبليغ والإخوان، أعلم أن السلفيين لم يقوموا بواجبهم من الدعوة الصحيحة. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا. فإذا جاء الحق أزاح هذا وقضى عليه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هكذا ينتشر السنة تذهب البدع وأهل البدع، فاحرصوا على نشر التوحيد والسنة، تعليم الناس التوحيد، تعليم الناس التوحيد والسنة، يضمحل هذا الباطل ويتلاشى وينتهي. وقفل باب الفتنة كان من عمر رضي الله عنه، ففتحت الفتنة على الناس بعد مقتل عمر رضي الله عنه. جاء رجل إلى خالد بن الوليد قال: يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتنة ظهرت. فقال: أما ابن الخطاب حي فلا، إنما تكون بعده. فينظر الرجل فيفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنة والشر، فلا يجد. فتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج. قال ابن بطال: ليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى تفسير، فالأمر واضح. يقول: وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها عيانا. هذا ابن بطال في زمانه يقول: قد رأيناها عيانا، أشراط الساعة قد رأيناها عيانا، فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل. يقول الحافظ: الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله، والمراد من هذا الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا النادر، وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم فلا يبقى إلا الجهل الصرف. ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم، لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أولئك. في حديث حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس يعني ينمحي وشو الثوب، نقش الثوب ينمحي مع الوقت حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك.
لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، إلا أنه لا بد للناس من متنفس كما قال الحسن البصري، يعني يأتي أحيانا طفرة هكذا يجدد فيها الدين ثم يعود الأمر مرة أخرى. فقوله تظهر الفتن يعني كثرتها واشتهارها وعدم الإصرار بها والتكاتم بها، وخاصة الآن مع وجود هذا النت والتواصل الاجتماعي المزعوم، ليس اجتماعي ولا شيء، هذا تواصل تفرقي ليس اجتماعي، هذا سبب عظيم من أسباب الفتن. ويتحدث فيها الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، ويتكلم فيها المجاهيل، شياطين تدخل في هذا لا تدري، توجه الناس إلى الفوضى وإلى الخروج وإلى الكلام، فلا يحترم عالم ولا يقدر كبير، ومن يتكلم فيها لا تعرفه، ربما كان شيطان رجيم تحدث بهذا الكلام والناس يأخذون يتلقفون منه أبو فلان وأبو فلان وأبو القعقاع وأم القعقاع وأبو فلان، إيش هذا؟ ناس جهلة ومجاهيل، جهول وجاهل، سبحان الله، دين يؤخذ بهذا، يعبثون بدينكم. ويقول أحدهم أدخل في هذا الموقع لأرى إيش يقولون، ماذا يقولون حتى أرد عليهم حتى أعرف ما عندهم، لا يجوز هذا. أنت تستشرف للفتن، محمد بن سيرين هو تابعي جليل وعالم فاضل، جاءه رجلان قال يا أبا بكر نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله، وهما من أهل البدع. قال لا، نقرأ عليك حديث من حديث رسول الله. قال لا، لا تقومن عني أو أقومن، لا أقومن أنا عنكم. فقام وانصرف. قال أحد الحاضرين يا أبا بكر ما منعك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله أو حديث رسول الله؟ قال إني أخاف أن يقرأ علي آية من كتاب الله فيحرفاني لي فأضل. فالسماع لأهل الأهواء ولأهل البدع ولأهل الضلالات لا يجوز أن تستمع إليهم أصلا ولا أن تجلس معهم، أنت تعرض نفسك للفتن. إياك أن يلبس عليك الشيطان يقول لك أنا يعني أدخل في هذا واسمع هذا لعلك يعني ترد عليه. لذلك كان السلف يقولون إذا رأيت الرجل من أهل البدع في طريق فخذ في غيره، حتى الطريق ما تمشي في طريقه، ولا تجاور أهل البدع. كان يقول أبو مجلز رحمه الله تابعي
قال أن يجاورني قردة وخنازير ويهود ونصارى خير من أن يجاورني رجل أهل البدع. ولما جاء لبعض السلف بعض التابعين أظن الشعبي رجل من أهل جماعة من أهل البدع أراد أن يجلسوا قام ينفض ثوبه يقول إنما أنتم جرب يخاف أن يصيبه مرض مثل الجربان الذي فيه الحكة هكذا إذا جلس سلم على واحد جاءه الجرب فيخاف من هذا. عبد الرزاق بن همام الصنعاني شيخ الإمام أحمد صاحب المصنف الإمام الجليل مرة في الطريق فرأى إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى واقفا عند حانوت له عند دكان فقال له لعبد الرزاق أرى أن المعتزلة عندكم كثير قال نعم عندنا كثير في البلد معتزلة وهم يزعمون أنك منهم قال ألا تدخل معي هذا الحانوت هذا الدكان قال لا نتكلم شوية نتباحث نتناقش قال لا قال لما قال لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب قد تغلبني في الكلام لكن هذا ليس هو الدين قد لا أكون عندي فصاحة لكن عندك أنت بيان وفصاحة وكلام مثل السحر تؤثر في قلبي خاف على نفسه هو العالم الإمام والدين ليس لمن غلب ما هو يا مباراة كرة قدم من يغلب لا والشبه خطافة هذه الفتن الفتن هكذا تظن أنها حق فيلبس عليك عياذا بالله فإذا أنت قد هلكت وضعت ولقد رأينا بعض السلفيين جلسوا عند أهل البدع ليردوا عليهم وإذا بهم قد تأثروا بهم وصاروا تلاميذ لهم وهم سلفيون لا أنا الحمد لله فاهم كل شيء قد أستفيد منه بعض العلوم لكن لا يلعب علي أنا فاهمه وسأرد عليه لهم أساليب ماكرة الجلوس والدخول في هذه المواطن وهذه الأماكن هذا تعرض للفتن فلا تلومن إلا نفسك لو انحرفت أو ضعت لا تلومن إلا نفسك لأنك خلفت طريق السلف ولأنك سلكت طريق البدع بالسماع لها ولأهلها ولأصحابها اسكت شوية طيب لحظة بس خلص إن شاء الله فهذا يا إخواننا أمر خطير جدا الدخول في مواقع مشبوهة في أشياء لا تعلمها إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذون دينكم لا تسمع لأي أحد إلا لأحد موثوق جدا معروف في الأمة وكلما أخذت العلم من الأكابر وأهل العلم وأهل الفضل فأنت على خير لأن من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغر قال ابن مبارك أهل البدع وأيضا الأصاغر يدخل فيه في هؤلاء ما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام فمعظم الخوارج جاء البلاء منهم من إيش؟ من صغر سنهم وطيشهم ورعونتهم
ومر معنا الحديث هلاك أمتي على يد أغيلم أمراء أيضا صغار، فالناس يتكلمون في العلم وهم صغار، لم يرسخوا في العلم ولم يأخذوا العلم كابرا عن كابر، وإنما أخذه جاهل عن جاهل، أخذ العلم جاهل عن جاهل. من شيخك؟ أبو فلان، أبو عبد الله. إيش أبو عبد الله؟ إيش هذا؟ وتقوم خلافة على أيدي من؟ أبو عبد الله وأبو محمود وأبو عباس. مجاهيل، كيف أمة تقوم خلافة في الأمة على أيدي هؤلاء الجهل السفهاء؟ كيف أفسدوا وكيف استعملهم أهل الكفر لضرب الإسلام والمسلمين؟ ولا يزال الناس يدافعون عنهم يتكلمون عليهم، ثم منهم من لم يكن صغيرا كبير ولكنه حقير ببدعته وبضلاله. القرضاوي يقول، وهو من أئمة الإخوان المسلمين، يقولون عني أني إمام فتنة. نعم أنا إمام فتنة، إن كانت الفتنة في الوقوف في المظاهرات فأنا إمام فتنة، يقول عن نفسه. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ طيب يا إمام الفتنة، ماذا فعلت بالأمة الآن؟ أما تستحي على وجه على شيبة كبير ولا عقل له؟ والناس يتبعون كل نائق، يتبعون كل نائق، كما قال علي بن أبي طالب: الناس ثلاثة، فعالم رباني أو متعلم على سبيل النجاة أو همج رعاع، أتباع كل ناعق. يا إخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أئمة الضلال، كل منافق عليم اللسان، يقولون من خير قول البرية، من قول خير البرية، وقال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. يقول لك تعال، هذا الطريق تدخل الجنة، فجر نفسك، الله أكبر، تكون مع الحور العين بعد ساعة، تكون مع الحور العين. دعاة يلبسون، فجر نفسك. وهكذا يفسقون ويتكلمون على علماء الأمة، ويأخذون من الجهلاء ويتركون العلماء ويطعنون في أهل العلم، وهكذا، ويتبعون هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. يزينون لهم هذا الطريق المستقيم واضح، والطرق الأخرى عليها دعاة، على الشيطان يدعو إليه، يقول هلم ادخل هذا الطريق سهل، شوف هذا طريق قصير وين طريق طويل، هذا على طول تدخل الجنة مباشرة، وهذا الآخر يقول ادخل هنا تجد تسبح أو تذكر الله، الله 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 الله، ألف عشرة ألاف وتصير ما شاء الله من أولياء الله. يزينونه، فلا بد من التنبه لهذا، بارك الله فيكم، والحذر، الحذر من الفتن. الزم الكتاب والسنة، واحرص على الكتاب والسنة، لا تترك ولا تفارق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، طريق السلف. عليكم بالأمر العتيق، يقول ابن مسعود: إياك أن تخالف الصحابة، إياك ومفارقة هذا الطريق، وإن زخرفوه لك
هذا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.